تعالوا نروح نشوف الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه، نروح نشوف زميلنا محمد توفيق من فندق الاقامه ونتعرف منه ونطمن على الاجواء هناك. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والمقاولون العرب في اطار مباريات الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز 2023 2024. المباراه اللي بتشهد عوده النادي الاهلي مره اخرى للمشاركات المحليه بعد غياب استمر لمده شهر تقريبا عقب مباراه الاسماعيلي اللي اقيمت يوم 8 اكتوبر الماضي وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. ان شاء الله النهارده تكون مباراه قويه جدا وتبقى عوده قويه جدا لفريق النادي الاهلي مره اخرى في الدوري المحلي. يمكن كابتن ايمن مباراه في غايه الصعوبه النهارده، خاصه انها بتاتي يعني على طول عقب مباراه سان داونز ب 72 ساعه فقط في بطوله الدوري الافريقي. الامر يعني اللي خلى الجهاز الفني النهارده يمنح راحه عدد كبير من اللاعبين الاساسيين في هذه المباراه نظرا لتعرضهم للاجهاد في الفتره الماضيه، كان اربع مباريات في اقل من 20 يوم وسفر سواء لجنوب افريقيا او لتنزانيا. ده خلى الجهاز الفني زي ما قلنا يمنح عدد من اللاعبين راحه النهارده من هذه المباراه. ويمكن كمان اكبر الجهاز الفني على الاستعداد بشكل سريع جدا عقب مباراه سان داونز لهذه المباراه. يمكن الفريق بدون اي راحه كابتن ايمن خاض يعني حصتين تدريبيتين، الاولى كانت يوم الخميس يمكن قبل التدريب مباشره كان في محاضره للجهاز الفني مع اللاعبين اتكلم معهم عن اهميه اغلاق صفحه المشاركات الافريقيه والتركيز فقط في بطوله الدوري العام ان شاء الله للوصول للنقطه 9 في هذه المباراه امام المقاولون العرب. من بعد المحاضره على طول كان تدريب استشفائي طبعا للمجموعه اللي لعبت بشكل اساسي مباراه سان داونز. بقيه اللاعبين خدوا تدريب قوي جدا مساء الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيره، الامر اللي استمر لثاني يوم يوم الجمعه بالامس كان التدريب الرئيسي والاخير استعدادا لمباراه اليوم. من بعدها على طول الجهاز الفني اختار قائمه من 21 لاعب لدخول في معسكر مغلق هنا في فندق الاقامه قريب جدا من استاد القاهره، يعني بتتكلم في تقريبا يعني 20 دقيقه من هنا لحد وصلنا لاستاد المقاولون العرب اللي بيحتضن مباراه اليوم باذن الله رب العالمين، واللي ان شاء الله تنطلق فيه تمام السابعه مساء. يمكن الفريق امبارح على طول كابتن ايمن منذ بدايه المعسكر هنا في فندق الاقامه كان في اجتماع ما بين الجهاز الفني واللاعبين اتكلم عن اهميه هذه المرحله والثلاث مباريات القادمه بدايه من مباراه المقاولون اليوم ومن بعدها مباراه سيراميك كليوباترا واختاما بمباراه الجونه قبل التوقف الدولي نظرا لارتباطات المنتخب الوطني. الفريق يمكن بدا كمان يوم النهارده في فندق الاقامه بشكل اكثر من رائع في تمام لحظات 10 صباحا كانت وجبه الافطار اللي تناولها جميع اللاعبين في المطعم الخاص بالفريق هنا في فندق الاقامه. الساعه 12 زي ما اتعودنا بقى كان على طول السيستم المعتاد لمستر مارسيل كولر بيبقى التدريب الخفيف اللي بيكون يوم المباراه في فندق الاقامه. الساعه 3 تناول اللاعبين وجبه الغداء ومن بعدها خلد الجميع للراحه حتى بدايه المحاضره الفنيه اللي حالا دلوقتي وانا مع حضرتك على الهواء بتجري الان في القاعه المخصصه لالقاء المحاضرات هنا في فندق الاقامه. ان شاء الله يعني مستر مارسيل كولر يكون موفق باذن الله في وضع خطه المباراه واللاعبين كمان يكونوا موفقين في التنفيذ على ارضيه الملعب. يمكن كمان النهارده بيدير اللقاء تحكيميا كابتن ابراهيم نور الدين حكم ساحه، مساعد اول شريف عبد الله، مساعد ثاني وائل شعبان، وحكم رابع محمود وفا، وعلى تقنيه الحكم الفيديو المساعد في ار محمود بسيوني وصبح العمراوي. نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم يقدم مباراه كبيره يدوا كل فريق حقه ويخرجوا ان شاء الله بالمباراه لبر الامان. وبالطبع دعواتنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله بالتوفيق قبل لحظات من انطلاق حفلات النادي الاهلي لملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر وان شاء الله تحقيق ثلاث نقاط جديده والوصول ان شاء الله للرصيد 9 من النقاط. دي كانت كل اجواءنا هنا من فندق الاقامه. كابتن ايمن الكاميرا حضرتك اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، طمنا منه على الاجواء.